وعي، وبعدها برجع لوعي عادي جدا، وبيبقى فيه مع الموضوع ده بقى اضطراب شديد في النبض كده، بحس إن النبض بيعلى فجأة كده عليا، وزي اضطرابات كده. منتظمة ولا غير منتظمة؟ لا بحسها متسارعة يعني، بسرعة. منتظمة بس متسارعة قوي يعني. بحس برفرفة شديدة كده في قلبي، وبتحصل إغماءة، والرفرفة ممكن تستمر بعد حتى ما أفوق. طيب الإغماء دي بتوصل قد إيه تقريبا؟ لو حد شافك يعني كده بتقعد ثواني ولا ممكن دقيقة دقيقتين كده وبرجع لوعي كامل عادي. في أي تاريخ مرضي حد حصل وفاة مفاجأة أو مواتر؟ لا مش قادر خالص يعني. After history, I learned full general examination. I learned open examination from the heart, full blood significant. بعد كده هنوصل بشوية الاكسجين، نعمل اي سي جي وايكو، وممكن نقول اقطع غلطة مثلا تقريبا ساعة لو حصل اي سي جي. عملنا اي سي جي طبعا، هو البيشنت المفروض ان هو جاي في اكيوت ستيتس، كان جاي في الامرجنسي ديبارتمنت، كان جاي سيمي كونشس او ديزي. مع الاكزامينيشن كان اول حاجه البادج بتاعه 80 على 50. البيشنت بالكونشس ليفل بتاعه كان ديتريوريتنج جرافيتي. فاول حاجه عملناها خدنا الاي سي جي ده، وده زي ما احنا شايفين كده. تقريبا هو الكيس متكررة، بس ممكن سؤال بس هو المختلف يعني. عمل لا الاي سي جي ديفرنت. لا هو الاي سي جي ديفرنت، بس انا اقصد هو نفس التوبيك تمام. دي الفيرست بوزيشن هي الموست بروبابل، الموست بروبابل دايجنوزس تمام. مونوموتيف فينتريكولار تاكيكارديا او اس في تي ويز اكورنت كوندكشن، الفيرست بريدكشن از ريفرنت كوندكشن او مونوموتيف فينتريكولار تاكيكارديا. هنرجع للاس في تاني. خلي الكيس كيس سيناريو خلاص عنده يتفضل يمكن على كده. دي فندم مواد كومبلكس تاكيكارديا على ريجولار ريت. التشويسز اللي قدامنا انها ممكن تكون بوليمورفيك بي دي، ممكن تكون اي اف، الاي اف ممكن تكون بري اكسايتد اي اف، او تكون اي اف على ابيرنسي. بس في بعض الار ار انترفل بنلاقي ان هي اقل من ال 120 ملي سكند بتاعتنا، فالريت ده غير الريت بتاع الفي بي برودكشن. ففي اكسسوري مفروض حد عنده اي رقم تاني ولا لا؟ جروب 1 رايت تاني مش ممكن يتسحب. هي اكسبتيشن، وده زي ما الدكتور قال على الاسباب اللي احنا قلناها يعني مكرره مش حاططها في ال البيست نكست ستيب ان المانجمنت اوف ذا بيشنت. طبعا السؤال ده مكرر مع الجيم الاولاني، هم كانوا شباب قالوا دي سي شورتس. بس احنا هنزود قبلها ان احنا نعمل ما تقولش كوستشن، ما تقولش كوريج، شو اسمه كوستشن؟ وات از ذا نكست ستيب ان المانجمنت اوف ذا بيشنت؟ جيف ذا بيشنت امبيدرون لودنج دوز اند مينتنس دوز، تراي بيجل مانوفرز، give immediate DC shock, give adenosine 6 mg followed by a 2 mg cylinder lip side. Your questions are different.
ماشي. Give the patient amiodarone, vagal maneuvers, immediately DC shock, administer 6 milligrams. ده بس this is not the way. الحقيقة مش كتير جدا في الموضوع ده بيمشي صح.
وجود الدلتا ويف واتجاهها بيفرق معانا كتير. يعني مثلا عشان اقول ان ده ليفت لاترال، احيانا كتير بيسهل الموضوع ان انا الاقي الدلتا ويف دي نيجاتيف في الجريد 1 والاي في ال. الدلتا ويف تبقى اما تبقى نيجاتيف في، انتوا عارفين 1 والاي في ال باصين منين؟ لما لقيت الدلتا ويف نيجاتيف بيورلي نيجاتيف في جريد 1 والاي في ال، ده يعني غالبا طياره بالظبط هيطلع عليك لاترال تسوي باصين ناحيه ال يعني ليفت فار في ليفت سايد. لو لقيت الدلتا ويف نيجاتيف تماما في جريد 3، جريد 3 ده بالذات بيسجستن ده رايت في لاترال اكسسوري باسبل. حته بقى الكروسيتا والبوست كروسيتا والكلام ده الموضوع شويه في يعني الجوريزمز كتير، لكن في النفس انت بعد ما بتخش وتحط الكورونري ساينس ليد وتحط الليدز بتاعت الدوز التسترز بتاعتك وتشوف الدنيا ماشيه ازاي ده اللي بيحكم. لكن سيمبلي كده بتبص على في 1 لو لقيت دلتا ويف بوزيتيف في في 1 يبقى ده ليفت اكسسوري باسبوري، لو لقيتها نيجاتيف في في 1 يبقى ده رايت اكسسوري باسبوري. هل كان في حد يعني انا كنت قريتها ان هو احنا بنبص على ليه ثلاثه لو لان هو نيجاتيف واحنا بنتكلم في بوست ريسبتال، او لو هو بوست يبقى انتو ريسبتال؟ ده مش كلام مظبوط قوي يعني. هو تمام تمام. طيب الاجابه اللي بتطلع كويس. السؤال اللي بعده هو what is the best chronic management of further unmanagement of the patient since the patient to an EPS team given patient send the patient for EPS team تمام او give the patient verapamil او let them control with amiodarone او let them control with lamaxine chronic management او let them manage EPS تيمون EPS حد عنده اجابه ثانيه؟ لا لا send the patient to EBSD. السؤال اللي بعده in the case of the AF with both Parkinson or with pre-excitation syndrome and hemodynamically stable patient, what is the first line of management? Give the patient the DC shock, IV amiodarone loading and maintenance, sotalol IV administration, or ibuprofen IV doses recommended. موجود هو في طول اجابه صح؟ لا مش موجود. هو انا ما احنا نص الادويه بتاعت الاريزم مش موجوده ولا الفيتامينات ولا ولا الكيماماي ولا الكولاي فاين بير ماما دي واحده بقى الايبيتيلاين بدل ان احنا ما حددناش هنا والله شير شير طيب تمام شكرا يا اول ايه كان يوصل جدلاته انا 3 4 في 4 ده موجود في الجايد لاين لكن للاسف ما عندناش. طب عظيمه نبيش لا ما عندناش في مصر يعني ان ديز كيس اي حد هيقابله وايت كوميت ريجولر شغل النبي ما يكونش يديله دي سي على يعني هو في الجايد لاينز البروبافينون موجود كلاس 2 بي الاورال منه مش هيبقى نفس الافيكاسي اي في بس كده بالنسبه للخمس اسئله اللي عندنا بس Thank you.
عليها في بالنسبة لنا ان الـ ECG في حالات لو من غلط ان انا اديها البرامامل والهدف في حالة تانية تبقى سهلة الدرجة بلوك لا انا عايز يصير بس بلوك بلوك الايه؟ يعني انا لما اجي على عيان هفضل في حالتين ما ديش فيهم الادوية دول الادوية لان انا كده ديجنوز معايا الـ ECG بس العيان اللي عنده سكت ديجنرات بلوك وفاسيكولار بلوك باي فاسيكولار بلوك والسيريو والعيان البري اكسايد في اف العيانين دول لو انا يعني انا الدكتور ممكن يتدخل يدي العلاج يموت عيان يعني بالذات عيان الـ اف البري اكسايد في اف انا ممكن لو حصل كده يدخله في اف وما طلعش هيموت في بقى عيان تاني سكت ديجنرات بلوك موبس ستايب 2 مع باي فاسيكولار بلوك ما ياخدش اتوبين قفلوا بقى الضغط في السيستم تمام اللي هو كل فدي اللي هي المفروض يعني المسج انا معاك تماما انت اي عيان زي ما لسه قايل من شويه يو شود بي سيف سيف يعني ايه؟ يعني انت لو مش هتنفع العيان ما تضربوش ايوه الحاجات اللي انت بتقولها دي ده اي عيان وايد كورسبوندنس يعني عندنا حاجه اسمها مثلا ايزوتن او كرابامين سنسيتيف في تاني انت مش هتشوف كده ان ده مثلا لو هتدي له ايزوب متدرب لا اي عيان بالمنظر ده يشوت سسبكت ان ده بي تاك ولو اديته برابامين تموته فعلا بالظبط يعني يشوت بي سي فيرست وتتعامل مع اي عيان في الفكر ده العيان انت بتقول عليه بتاع الاطفال انت ممكن لما بتزود الاتر ريت هتعمل ايه في الايفن ويت هتزود الريفراكت ويمس بتاعت الايفن ويت تدخله في هارد ريت وكمبيت هارد ريت فانت لا يشوت بي سي فيرست يتعامل مع اي عيان ولا حتى انا بتوعك مش اي دواء يتاخد لاي حاجه بالظبط عشان كده احنا الموضوع اللي عندي في ده اتكرر مرتين الولف طبعا هو هنا السيفست والموست افكتيف واي تو تريت بي زي كده ان انت تدي دي سي شوت كارديو كارد هيم ويز دايت كارد كارديو كارد طب سؤال اخر معلش هو الامي دورون بيقلل بيعمل بلوك على الايفن وبيسرع برضه بيعمل اكسليشن يعني اقصد ان هو كونتر انديكيتد انا بقول لك كونتر انديكيتد عشان نفس هو كان في سؤال بس ما اعرفش مين ساله ان عيان جاي ببريد زايت اف وديت ودي سي وما رجعش هعمل له ايه؟ عليه هو حضرتك قلت هتدي الدرون علشان الدرون وبعد كده انا هدخله يعني انا هنا انا انتوا بتعملوا ايه طيب عندكم لو اخد دي سي وما رجعش؟ عيان بريد زايت اف بريد زايت اف انا هو ليه نوتر كوميندد او يعني علشان بيأثر عليه هيأثر عليه نفس الفكره يعني ان هو بيقلل على يعني مش بيقلل الكوندكشن في في الاكسسوار باس واي كمان بس انت هنا هتعمل هتزود الريفراكت بتاعت الجي بي نوت اكتر ممكن تحسن الكوندكشن على الاكسسوار باس واي ده فيري هازاردس سيتويشن انا فاكر انا كنت قريتها بس مش فاكر حاجه امريكان تقريبا كان هو هي اتلغت يعني اخر لا ده حقيقي لما قلتها اساس ان الاول اوف اوبشنز ان انت تحسن الثريشولد بتاع الدي سي مش ان انا بقول هديله واسيبه لا ان انا بحسن الثريشولد هو ده اللي يحوله فايل بالظبط كده تمام بس كلمه واحده يعني اي نو وير يو بين جنكشن ابديت انا اي نو هاو يو دان جامشن انا نو وين يعني انا حد على 10 دقايق بدون ذكر اسامي ممكن حد على 10 دقايق اكيد ما حلش حاجه خالص تمام فاي نو وين يو بين قد ايه انت قاعد انا نو وين دان ليه ستاك كلها معايا يعني ده في الكويزز يعني ده في الكويزز ولا في ايه ليه ستاك انت قاعد قد ايه توتال ولا في الكويزز العادي يعني ممكن اعرف كان بيديني اعرف انت رحت فين قعدت قد ايه وعملت ايه والبيت بتاعك كله بيديني يعني اللي مثلا بتاع الشغلات الاكيد كل موجود عندك ايه ده بيديني في الكويز دي موجود عندك اول حاجه ليه بنقفل الكويز احنا الكويز بيقفل مره جينا المحاضره بتاعتنا مفيش دي ويف انت شايفها طب ما كناش مكتوب عليه ايه لا ده الديو ده اتغير اهو 120 بيت الديو ده ديت اتغير الديو ده يعني حاضر ده هيبقى شبه الديو ده في الريت
الريت بتاع الجنك يبقى اقل. تاكي كارديا دي لسه مفتوحه اصلا. لا تاكي كارديا قبل الفحص. مش على تاكي كارديا. مش على تاكي كارديا. 11 بي ام. تاكي كارديا اصلا. هو احنا بس كنا محتاجين شويه ديتيلز ممكن تكون كويس خالص، لكن كان محتاجين مور ديتيلز من ناحيه الاناليسيز بتاعتهم. لكن هو الديتيلز من ناحيه الاناليسيز بتاع الكومبين نفسه والبابيتيشن دي يعني دي كل قد ايه؟ دي مده قد ايه؟ يعني فده كان محتاجين افضل ديتيلز في الكومبين. هتكلم فيها بشكل اورال، وبعدين لما خلاص ده كلها هتكلم فيها مش هتكلم فيها.